لو الحكاية فيها إن فيتو معايا بطاطين ومليان اعصرهم وانشرهم واعملهم هنا على صحابي. العجله ما كانتش مكويه وحلوه مش هتتباع. انا مناقشه رئيس الوزراء ابراهيم بيه محمد، انت احسن رئيس وزراء مسكت مصر، فارحمنا لله ارحمنا. احنا خلاص انا بقالي 45 سنه، ارحمنا لاجل النبي. انا بقول لك انت احسن رئيس وزراء في مصر وراجل محترم ما يمدكش اللي احنا فيه. ايام الذل والبهدله خلاص انتهت، احنا في عصر الحريه، وانت سيادتك اللي قلت لنا بكده. طب ناشد الاستاذ رئيس الوزراء، مش عايز ازعج رئيس الجمهوريه عشان مش فاضي، كفايه عليه بس اللي البلد فيها والجهه الخارجيه، مش عايز ازعج انا سياده الرئيس. بناشد ابراهيم بيه محلم رئيس الوزراء، ارحمنا يا بيه. بص من الرب ده مش سيء، ده انا عييت يا بيه من نص ساعه وقفت. مش سيء هنا يا باشا، كان بمين واحد اسمه محمد شحاته، هي جنب منها واحد ما يكون لنا عارفين اسامين بعضينا. هو بيقول في ناس جديده. لا حضرتك ابعت تحريات ومباحث، شوف الناس اللي فرشه في الشارع. انا عن نفسي بقالي 20 سنه في الشارع وصوروا وصوره وصوروا في الشارع. بقالي 20 سنه في الشارع وفي ناس تاني هم قاعدين في الشارع بدري على تسع افراح. في ناس تاني قاعدين في الشارع بدفع ايجار 150 جنيه. طب كل ده يجيبوا منين لما اترمى انا هنا كام شهر؟ طب ما يسيبونا في اماكننا لحد ما يكون المكان في باكور التاني. حضرتك لسه ما عملوش هنا يدينا مكان بشكل حضاري في الشارع، يدينا مكان بشكل حضاري في الشارع، وبعد كده ياخد اي حاجه، يعني ياخد مننا، يدينا صلب اي فلوس ياخدها مننا. احنا مش ممانعين، بس يدينا مكان يكون امين، مكان يشتغل. سياده المحافظ بيقول لنا روح حط البضاعه افرشوها. مين اللي هيسلمنا؟ مين اللي هيوصلنا الشريط بتاع التركمان؟ مين اللي هيجي يفتح الافتتاحات؟ مين اللي هيجي يسلمنا هنا؟ راح اجيب بضاعه ما تعلقها وصلت امانه بيها فين؟ فين الامان اللي امن اكل عيشي؟ انا غلطانه؟ البياعين بيقولوا عليها بلطجيه، البياعين لا حول بقى ولا قوه، احنا عايزين حقنا. فين حق الدهون؟ انا مش بلطجيه. فين حق ايه؟ فين المكان اللي افرش فيه؟ ده طرق الناس تعدي بيها. وانا واقف ايه تبيع؟ يبقى لازم حد يفرق يبقى انا هتكلم معاه. دي كده للناس اللي جايه تشتري مننا. تعمل دعايه في التلفزيون. فين المكان؟ فين المكان النظيف اللي الزبون يجي عامل عليه هو وعياله يقف معانا يشتري؟ فين المكان؟